هنعمل مع بعض طاسه الفراخ بالمكرونه والجبنه. عشان نعملها محتاجين اي شكل من اشكال المكرونه يكون مسلوق نص سلقه، وهنحتاج نص كيلو وراك فراخ متقطعه شيش طاووق او متقطعه مكعبات كبيره، وممكن طبعا تستبدلوا الوراك بالصدور. عندي بابريكا وزبده وبصل مفروم ومشروم مفروم وثوم مفروم واعشاب ايطالي. عندي مرقه فراخ او ميه سخنه. عندي كريمه موتزاريلا مبشوره، فلفل الوان مفروم رومي اصفر واخضر واحمر، وعندي بقدونس مفروم. هنعمل ايه؟ سخنا الووك كالمعتاد كويس جدا. هندي الاول معلقه من الزيت، وبعدين ندي معلقه من الزبده، وبعدين نبتدي في الخطوات. فاول حاجه بسم الله معلقه زبده، اسفه معلقه زيت الاول، زيت ذره، معلقه زبده او سمنه او زيت بس مفيش مشكله، واللي عايز يحط زيت زيتون كمان يحط زيت زيتون. بعد كده هننزل الفراخ، وهنتبل الفراخ ملح فلفل اسود اعشاب ايطالي او بهارات ايطالي، وهتلاقوها طبعا موجوده على اليوتيوب بطريقتنا لو مش متوفره عندكم، او اي اعشاب واي بهارات انتوا بتحبوها مع الفراخ. وحطينا كمان البابريكا. طبعا الفراخ اتغسلت كويس جدا جدا بالطحينه بالجنزبيل بالليمون، شطفت و اتنشفت كويس جدا. ودايما بأكد عليكم ان خطوة التنشيف لا تقل أهمية عن بقية الخطوات. خدنا تشويحة كويسة قوي قوي من الفراخ زي ما انتم شايفين كده. بعدين هقوم منزلة البصل، واستنى عليه شوية يطرى، يطرى بس، وبعدين اقوم منزله الفلفل الالوان. اللي ما عندوش طبعا فلفل الوان وحابب يستخدم نوع واحد من الفلفل مفيش مشكله، واللي حابب كمان يحط فلفل حار معاه مفيش مشكله. بس برضو يطرى، بنزل عليه الثوم، وبدي كل حاجه وقتها زي ما احنا متعودين، واشم ريحتها كده وتتظبط معايا. وكل الوقت ده الفراخ بتاخد تسويتها برضو في نفس الوقت. بعد كده هنزل بالمشروم، وزي ما انتم شايفين احنا فارمين كل حاجه ناعم خالص خالص عشان كله يبقى يعني ايه متناسق. طبعا عايزين تستخدموا بقى الصدور، عايزين تستخدموا وراك، عايزين تستخدموا بالعظم، عايزين تستخدموا اسمها ايه اجنحه، براحتكم خالص. انا هستخدم كريمه مع المرقه او الميه، فمش هحط دقيق. اللي ما عندوش كريمه وهيستخدم لبن بدل الكريمه يبقى في المرحله دي هنقوم جايبين معلقه دقيق كبيره نرشها، وبعدين نقلبها كويس جدا لحد ما تختفي تماما، وبعدين ننزل بالحليب والمرقه او الحليب والميه. لكن بما اني انا هستخدم كريمه مش هحط دقيق. خلاص هاخد الكريمه، هياخد المرقة أو المية، هنزل بالجبنة أي نوع جبنة بتمط. أنا مستخدمة هنا موتزاريلا، الميكس ما بين الموتزاريلا والفلامنكا زي ما دايما متعودين هيبقى حلو قوي قوي. تشادر هتبقى حلوة جدا جدا مع اللبن، معلقة من القشطة أو معلقة من الجبنه الكريمي هتبقى حلوه قوي برضو. بنتظر بس الكريمه تغلي هي والمرقه والجبنه كمان تسيح شويه عشان ابتدي انزل الفراخ.
هتستخدموا بقى بقدونس، تستخدموا كزبرة، تستخدموا ريحان، براحتكم خالص زي ما انتوا عايزين. طبعا انا مستخدمة هنا الفيونكة دي، لكن انتوا تقدروا تستخدموا اي نوع او اي شكل مكرونة انتوا حابينه، وتقدروا طبعا تستخدموا مية سلق المكرونة بدل المرقة كمان. بعدين هقوم مدياها بقى كوباية شوربة كمان، هديها رشة بقى من البقدونس، الكزبرة، الريحان، زي ما انتوا حابين او زي ما انتوا هتستخدموا. هديها كمان رشة من الملح، رشة من الفلفل، وده ختام اي نوع مكرونة بنعمله، ومكعب من الزبدة عشان يبقى النكهة فريش كده ومظبوطة في الآخر. ونقلب كله مع بعضه وندوق. بسم الله. محتاجة رشة ملح، رشة ملح وخلاص كده، غلوة ونغرف وشكرا، بس كده.